والآن نذهب إلى نيويورك مع زميلنا هناك طلال الحاج الذي يحاور السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة. شكرا جزيلا نجوى. وبالفعل وبعد انتهاء الجلسة التشاورية المغلقة لمجلس الأمن حول تطورات في اليمن بطلب من المملكة المتحدة تجلس معنا حصريا، وبعد خروجها من المجلس للتو السيدة التي طلبت انعقاد هذه الجلسة ألا وهي المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كارين بيرس الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة. نرحب بكم على شاشتنا. أود أن أسألك في ظل ضيق الوقت المتاح لدينا، فإن عدم تنفيذ الاتفاقيات كانت مما لا شك فيه هي السبب الذي دفع بريطانيا لطلب عقد هذه الجلسة المغلقة. هل وجدت أن هناك ثمة طريقة لأعضاء المجلس لفرض ضغوط لإقناع الأطراف للتنفيذ الاتفاقية اتفاقية ستوكهولم بأمان، على الأقل اتفاقية 17 فبراير؟ إننا كنا نرغب بالسماع من المبعوث الخاص وكذلك من الجنرال لوليسغارد بشأن ما يحدث على الأرض، وكما قلت بأنه ما من تقدم قد أحرز حتى اللحظة، وفي بعض الجوانب يبدو بأننا نتراجع للخلف. لذا فهذا كان مجرد نبذة مختصرة حول ما حدث، لكن كان هناك إحاطة جيدة من قبل السيد جريفيث ومن الجنرال لوليسغارد حول تفاصيل ما كان يحدث على الأرض هناك. وكافة الدول الأعضاء كانوا قادرين على التعبير عن وجهات نظرهم، وكلهم أوضحوا بصورة جلية بأنه من الضرورة بمكان لا يتم قبول هذا التعنت من قبل الأطراف، ولا بد من وجود طريقة ومخرج للتنفيذ. وكنا قد ناقشنا جملة وطائفة من الأمور التي يمكن القيام بها دون التوصل إلى خلاصة محددة بعينها، وهذا قد يكون اجتماع بنقاشات جيدة. عدم الانتشار بصورة كلية من قبل الحوثيين، وزير خارجيتكم السيد جيرمي هانت وبعد زيارته الأخيرة إلى المنطقة في عدن كان قد حذر بأن عملية السلام التي أبرمت في ستوكهولم قد تنهار خلال أسابيع. هل تشاطرينه رأي؟ نعم بكل تأكيد، فإن وزير الخارجية كان قد تحدث وتوجه إلى المنطقة واستطاع أن يرى الأمور بأم عينيه، وكان محقا. الوضع هشا للغاية ويمكن أن تنهار محادثات السلام ما لم يعبر الأطفال عن التزامهم بالتنفيذ، وهذه واحدة من الأشياء التي سوف يركز عليها الجنرال لوليسغارد في الأيام القليلة القادمة. ما هو رأيك بعدم التنفيذ كما ترين الصورة؟ بصورة أساسية فإن صميم المسألة يكمن بأن هناك مشكلة في حالة انعدام الثقة، فهذا لا يشكل عذرا، هذا عذر واهن لا يمكن أن يكون هو المسار الذي تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، ولا يمكن لأي طرف أن ينحو باللائمة على الطرف الآخر. وأعتقد أن مارتن كان قد تحدث إلى المجلس وما تقدم به كان مصدر عون، لا يجب علينا أن نقوم بتوجيه اللائمة باتجاه بعضنا البعض. وأعتقد أنه إذا ما كان هناك أي تقدم ليحرز وانهارت اتفاق ستوكهولم، فلا بد لمجلس الأمن أن يفكر ببعض الإجراءات، وهذا قد يكون خطوة كبيرة وقد تكون مشكلة كبيرة. وما من تقدم أن الحوثيين دائما يتدرعون بأنهم لا يثقون بالطرف الآخر، وأنهم إذا ما قاموا بالانسحاب وبإزالة الألغام فأنهم سوف يكونون عرضة للمخاطر. هل هذه حجة للابتعاد عن مسار السلام؟ لن أتحدث نيابة عن الحوثيين، أعتقد أن المشكلة الأساسية تكمن في انعدام الثقة ولا سيما على الأرض، أي يعني بأن هناك مخاوف بين الطرفين بأن الطرف الآخر قد يستغل ميزة ما، وهذا ما كنا قد تحدثنا عنه، وكان أعضاء المجلس قد تحدثوا عن كيفية التوصل إلى خطوة للأمام. ومن الأشياء التي تحدث عنها السيد جريفيث هو حول كيفية العمل بطريقة جادة للتوصل إلى تسوية سياسية، وكما ذكرنا من قبل أن الأمر يحتاج دائما إلى
إلى عمليا وتنفيذا صادقين. وكان قد في مقابلة أجريته معه في نهاية شهر فبراير بأنه كان يؤمل بأن يتم عقد هذه المحادثات في حلول ربيع هذا العام، ولكن قال بأن لا يمكن من تنفيذ أي شيء ما لم يتم تنفيذ اتفاق الحديدة. أعتقد أننا دائما كنا قد واجهنا هذه الحالة التي يجب من خلالها أن يتم تنفيذ أشياء بشكل متوازي. لا بد من تنفيذ اتفاق الحديدة، ولا بد لنا أيضا أن نقوم بالتحديد كما قال السيد مارتن جريفيث خارطة طريق لمستقبل اليمن ولحكومته بعد التنفيذ. يعني نعم، وبعدها سوف يكون هناك تنفيذ للعملية السياسية. التسلسل المنطقي قد يكون صحيحا، لكن ينبغي على مارتن أن يعطي بعض الأفكار حول توجيه الأفكار السياسية، وهذا الأمر من شأنه أن يبدد حالة انعدام الثقة بين الأطراف التي يمكنها أن تحقق أي تقدم. هل قامت لجنة إعادة الانتشار بالتوصل إلى أي حل من شأنها أن تساعد بمسألة إيجاد هيكلية للقوات الأمنية بعد الانسحاب من مدينة الحديدة؟ يعمل الجنرال لوليس غارد على هذا، وأمل أن يتوصل إلى حل خلال الأيام القليلة القادمة، لكن لا توجد لدي أي أخبار. هل من تحركات بشأن تبادل الأسرى؟ هناك تقدم في هذا المسار، لكن لسوء الطالع لم نبلغ هدفنا حتى اللحظة، وكان مجلس الأمن عبر عن بعض الأمل، وهناك توقعات بأن هذه المسألة سوف تحل عن قريب، وهناك ثقة ضرورة كبرى ببناء إجراءات الثقة التي يمكن من خلالها لوكالات المختلفة أن تلعب أدوارا متنوعة. لا بد لنا أن نعمل على هذا الأمر، وعلى كافة الأطراف أن تعمل بنوايا حسنة وأن تقدم بعض التنازلات. وهل هناك أي تحركات بشأن تفاهم تعز؟ كنا قد سمعنا تصريحا من الدول الخمس دائمي العضوية، وكانوا يتعجبون إذا ما كان هناك أي تقدم بشأن تفاهم تعز. هناك بعض التقدم الذي أحرص، لكن لا أستطيع أن أخبرك أي شيء على وجه التحديد. ما الذي يمكنك أن تخبرينا عنه بشأن عمليات القتال التي اندلعت والتي كانت أشد قساوة منذ حدوثها في ديسمبر الماضي؟ هل أثيرت هذه المواضيع؟ لم نخض في تفاصيل العمليات القتالية الأخيرة، وطالما قلنا بأن هناك ضرورة لابد من وقف تلك الانتهاكات التي تحدث بين فترة وأخرى، ولا نعلم متى يمكن أن نعيد الأمور إلى مسارها. ندرس الأمور بحذر، وسوف ندعم الجنرال لوليس غارد والمبعوث الخاص، وكذلك نعزز ما قام به المجلس الأمن من خلال المحادثات الثنائية التي من شأنها أن تساعد الأمم المتحدة على أداء عملها. تبقى أمامي دقيقتان، وأود أن أسألك عن الرسائل التفصيلية بالانتهاكات من اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات ورسائل أخرى من البعثة اليمنية حول المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين، وكان مجلس الأمن قد أثار تلك المجازر. ما رأيك بهذا الأمر؟ أن الأطراف تقوم بإرسال خطابات إلى مجلس الأمن تعبر فيها عن آرائها، إذا ما أن الجنرال لويس غارد يعمل لدى مجلس الأمن وهو المسؤول عن مراقبة وقف القتال، ولا بد له أن يكون مطلعا ومسؤولا عن هذه التقارير. وماذا بالنسبة للرسائل الأخرى التي بعثت من قبل المجازر التي ارتكبت في منطقة في شمال حجة في حجور من قبل الحوثيين، وحاول الحصار الذي تعرض له الناس؟ لم نتطرق إلى مناقشة هذا الأمر بالتفصيل، وكما قلت بأن الجنرال لوليس غارد والمبعوث الخاص هما سوف يطلعان مجلس الأمن حول هذه الترتيبات، وهما سوف. والنقطة المهمة هي بأن نسدل الستار على هذه الحرب، بحيث نساعد اليمن للخروج من ذلك الفصل المأساوي وتقديم المواد الغذائية والأدوية للشعب اليمني.
هل ناقشتم مسألة دعم الإيران المستمر للحوثيين؟ هذه جلسة كانت مقتضبة لإعطائنا فكرة وصورة عامة كان يحدث في منطقة الحديدة في هذه الفترة من الزمن. سوف يكون هناك جلسات مطولة خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد أن يتم وسوف يتم التطرق فيها إلى كل كافة هذه المواضيع. لا نعلم إذا ما سوف كانت تقوم باستمرار عملية التسليح. سوف نقوم بالاطلاع على التقارير والحصول على الأدلة الدامغة، لكن هناك مناسبات كثيرة التي ناقش بها مجلس الأمن تورط إيران في مع الحوثيين في دعمهم ومهاجمة الحوثيين للمدنيين في الرياض ودولة الإمارات، وقد أدان المجلس هذا الأمر. السؤال الأخير، هناك بعض الأشخاص الذين يرون أنه كيف يمكن لمقارنة حكومة منصبة بصورة شرعية ذات السيادة مع مجموعة من العصابات الإرهابية التي قامت بانتزاع السلطة واغتصابها بطريقة غير شرعية، كيف يمكن العمل؟ ماذا تقولين لهؤلاء الأشخاص؟ هناك حكومة شرعية لليمن وقد تم الاعتراف بها بموجب قرار مجلس أمن 2216، ولكن ما الذي علمناه بأن هناك حاجة ماسة لإنهاء تلك الأزمة، والحوثيون لا يمكنهم أن يكونون بمثابة حكومة ورغم مشاركتهم بالعملية السياسية. وما يسعى السيد جريفيث القيام به هو تحديد معايير لتلك العملية السياسية بحيث يتم خلالها أن يكون لدى الشعب اليمني حكومة ممثلة تشمل كافة أنحاء البلاد. السفيرة كارين بيرس الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة في الأمم المتحدة، شكرا جزيلا على وقتك، نتمنى لك التوفيق. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم متابعتكم ونشكركم في دبي، ونترك لكم الكلمة الآن. شكرا لك طلال، وعلى طبعا شكرا لمجهودك ولهذا اللقاء مع السفيرة البريطانية، شكرا جزيلا. وأيضا يمنيا